تكشف له الحجاب وتفرع وتسلم حجابها مقابل هو يسلمها رخصة الصيد والنزول إلى البحر. وهذه القضية أو هذه التصرف اللا إنساني الشوفيني العنصري اللي كان وراء أهداف وغايات سياسية دفع القبائل أن تفكر بالخلاص من ديارها والهروب من ديارها وتتجه إلى الضفة الغربية. ولجوهم للضفة الغربية طبعا إلى أسباب، ولأن الجزء الثاني هو أعمامهم وأبناء عمومتهم، وهناك كان ترابط أخوي بين الضفتين، يعني المشايخ اللي كانوا هالصوب والمشايخ اللي كانوا ذاك الصوب هم كلهم أبناء عمومة وينتمون إلى أسرة واحدة، وبيناتهم علاقات تجارية وأخوية والتزاوج بيناتهم موجود. وهذه الرسالة اللي أطلب من الأخ المخرج الآن، هذه هي اللي صورة عن الرسالة ورقمها الآن رقم 6 أعتقد حسب القائمة اللي عندي. أطلب من الأخ المخرج يخليها لكم على الشاشة. هاي صورة هي مرسلة ومرسلة من مشايخ اللي موجودين على الضفة الشرقية ولأبناء عمومتهم، وبها دلائل على أنه هناك ارتباط أسري موجود بين الضفتين. فجاء الخبر وزعج الناس، والناس أخذوا يفكرون والمشايخ أخذوا يفكرون على أنه كيف يخرجون من هذه الديار ويتركونها، وتوجهت جميع وصارت هجرة عام 1936 من الضفة الشرقية والمناطق اللي شفتوهن على الخارطة إلى الضفة الغربية. وهكذا تمكن رضا بهلوي من طرد الكثير من أبناء الضفة أي القبائل العربية، لكن بقى عدد من عندهم وموجود لحد الآن موجود في أراضيه. وطبعا يتكلمون اللغة العربية ومحتفظين بزيهم زيهم وملابسهم هي الملابس العربية، وملتزمين بديانتهم لأن هم كلهم أهل سنة ينتمون للمذهب السني، ولديهم التزام كثير بقراءة القرآن وتجويده، وهذا اللي حافظ على لغتهم العربية على أنه تبقى لحد الآن. فإن شاء الله نتمنى أنه الله يفرج عنهم وعن حالهم وأوضاعهم. وطبعا هذه صور أخليها لكم، أطلب من الأخ المخرج هي صورة رقم 2 ورقم 3 اللي يراون كشف الحجاب، صورة رقم 2 ورقم 3 اللي هن عن رضا البهلوي. وطبعا هاي الصورة اللي رضا البهلوي مع النساء رويتكم إياها في السابق، لكن أعيد الآن هي مرتبطة بهذا الموضوع، أي موضوع كشف الحجاب وشلون النظام الإيراني ذاك الوقت استخدمه ليطرد العرب من مناطقهم، لأن العرب كانوا ملتزمين بال يعني احترام نسائهم وعرضهم حقيقة عندهم أهم كل شيء وخط أحمر، لذلك فضلوا أن يتركون الديار وينتقلون إلى الجهة الأخرى. صور اللي شفتوهن عن رضا البهلوي الحجاب اللي كشف الحجاب واللي قام به. وطبعا هناك موضوع ثاني الآن أنتقل إليه وهو الشيخ سلطان، موضوع الشيخ سلطان المرزوقي. والشيخ سلطان المرزوقي هو الشيخ سلطان بن أحمد، الشيخ سلطان المرزوقي هو الشيخ سلطان بن أحمد بن راشد آل سليمان المرزوقي. هي هذه الصورة القديمية للشيخ سلطان، والصورة أيضا ثانية ملونينها والآن أصبحت هي ملونة اللي تشوفونها على الشاشة، الصورة للشيخ رحمة الله عليه الشيخ سلطان بن أحمد بن راشد آل سليمان المرزوقي. وإمارة المرازيق هي تقع في الضفة الشرقية للساحل أي للخليج،
وهذا الرجل استلم الحكم في منطقة المرازيق عام 1348 هجرية، يعني عام 1348 هجرية بعد ما والده الشيخ أحمد توفى، واستمر حتى عام 1370، أي حكم هذا الرجل 25 سنة. اشتهر الشيخ بصفاته العربية الأصيلة ومن كرم وشجاعة وحلم، لذا أحب جميع أفراد أسرته وقبيلته، وكان رحمة الله عليه لا يفرق بين القوي والضعيف. لم يرزق الشيخ سلطان بأبناء، لكن رزق ببنتين هما الشيخة موزة والشيخة عائشة، وذريتهن اليوم تعيش في أمارة أبو ظبي. طبعا الشيخ سلطان المرزوقي هذا الرجل توفاه الله، لكن قلعته موجودة وشامخة على الضفة الشرقية، وهي خير دليل وسند على السيادة العربية على الضفة الشرقية. هذه الصورة بالنسبة لقلاع الشيخ سلطان المرزوقي، هذه صور عن قلعة الشيخ سلطان المرزوقي اللي بقيت لحد الآن موجودة على الضفة الشرقية. فإن شاء الله في حلقة جديدة أقدر أقدم لكم موضوع ثاني حول تواجد العرب والقبائل العربية على الضفة وسيادة العرب والإمارات العربية اللي اليوم الكثير من الأبناء وبناتنا وأولادنا ما يعرفون عنهم شيء، لكن إن شاء الله أحاول ومن خلال هذا البرنامج المتواضع أن أقدم ولو شيء بسيط من تراثنا حتى يحتفظ به أبنائنا ويتمكن ينقل خطواته إلى المستقبل الزاهر بإذن الله. تحية لكم وإلى لقاء آخر مع السلامة.